سعيد ويوم جمعة مبارك نتمنوا لكم العافية. الإذاعة القريبة منكم دائما ميد غاديو. موعد جديد للأسف هي آخر حلقتنا في الأسبوع من برنامجكم صحة وسلامة. جرت العادة فيها أنه كل يوم جمعة كيكون مرافقنا الدكتور عبد الخالق رمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. صباح الخير، أهلا بك دكتور عبد الخالق رمضاني. مرحبا. مرحبا، صباح الخير، جمعة مباركة، وتحية ليك وتحية للطاقم وتحية لجميع المستمعات والمستمعين. شكرا ليك. طبعا كل يوم جمعة معاك صباحنا كيكون معطر برائحة الزيوت الأساسية إن شاء الله. أما عادي لأنك تكون هي المواضيع ديالنا في كل حلقات ديال يوم الجمعة. وبطبيعة الحال هذا ربما كيدخل حنا في ما هو منصوح اللي حنا منصوحين به من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يوم الجمعة إن شاء الله كيكون فيه أحسن الأزياء وأحسن طيب وبأحسن العطور، ربما ما كاينش أحسن من العطور الطبيعية اللي هي الزيوت الأساسية. أكيد. فاليوم كيف ما كنا وعدنا المستمعين الكرام، وحنا الحمد لله دائما عند الوفاء بالوعد وبالعهد، فاحنا اليوم غادي نعطيهم الوصفة اللي كنا ما كملناهاش في الأسبوع الماضي اللي هي خاصة بالتخسيس، وصفة اللي كتكون مصاحبة بالنسبة للناس اللي كيرغبوا في أنهم ينقصوا شوية من الوزن ديالهم. وإلا الموضوع ديالنا اليوم إن شاء الله فغادي يكون على الزيوت الأساسية اللي عادة كيتم استعمالها من أجل تجميل الشعر والبشرة. لذلك فمرحبا بكل أسئلتكم. أرقامنا، أرقام التواصل معنا هي 05 22 47 52 51 أو 05 22 43 00 09. ما تنسوش كذلك توصلوا معنا عن طريق رقم 5080، هو رقم من أجل التواصل معنا عن طريق رسائل SMS. كيكفي فأول رسالة ديالكم كتقوموا بكتابة كلمة صحة SHA، تخليوا فراغ صغير وتبعثوا بسؤال ديالكم للرقم 5080، ثم SMS هو السدي الدرهم مع احتساب الرسوم. برنامج غاديو دائما إذاعة القريبة منكم. من جديد كنرحبوا بكل الأوفياء في حلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة. مرحبا بكل أسئلكم 05 22 47 52 51 أو 05 22 43 00 09. ما تنسوش توصلوا معنا كذلك عن طريق الرقم 5080 عبر رسائل الأسماس. اليوم حاضر معنا الدكتور عبد الخالق رمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. فإحنا غادي نمشيو قبل ما نمر الموضوع ديال اليوم اللي خاص بالزيوت الأساسية من أجل تجميل الشعر والبشرة. كنا وعدنا المستمعين الكرام ديك الوصفة اللي كتكون مصاحبة للناس اللي كيبغوا ينقصوا من الوزن ديالهم، فشنو غادي نحتاجوا في هذه الوصفة والطريقة ديال التحضير ديالها دكتور عبد الخالق رمضاني؟ هذا الزيوت الأساسية اللي احنا اللي اقترحنا ان احنا نستعملوهم في هذه الحلقة هذه، هما واحد العدد كبير ديال الزيوت الأساسية، خاصة ملي كنعرفوها، لأن ملي كنهضروا على شي حاجة فيها لاماسيسمون، شي حاجة فيها لا ريبوليس، شي حاجة فيها نقصان الوزن، شي حاجة فيها باش ندوموا الشحمة كما نقولوا بالعربية أو بالدارجة ديالنا، يعني هاد المسائل هذه دائما ولا بدا دائما خاصة تكون نكون مستحضرين المسائل الأخرى اللي كتبقى هي مهمة. أول حاجة التغذية، ثاني حاجة أن احنا ضروري الرياضة، عاد فاش هاد المسائل هذه كتبقى مسائل هي مصاحبة، يعني ما نعولوش على ان هاد الزيوت الاساسيه اللي حنا غنستعملوها راه هي اللي غتضعفنا، ولكن غادي تعاوننا بوغ لامانسيسمون، باش ندرينيو باش ندرينيو الشحمه، باش نقصوا منها، باش نهرسوها كذلك. دونك هاد الوصفه هادي ستون نستعمل قدرون باش منصوبوش كريم، لان شويه ديليكات، شويه خاصه شويه ديال الدوميتريز، نقدروا نصوبوا واحد البوم بوم امانسيسون اللي هو سهل باش نصوبوا. شنو غادي نحتاجوا فيه؟ هاد البوم هذا نستعملوا فيه واحد مثلا واحد الكيمياء مهمه بداك كزيوت نباتيه، ضروري خاصها تكون حاضره عندنا، زيت ديال الخروع والزيت ديال الاضافه الى زيت نباتي اخر، مثلا اللي عندنا زيت العود، زيت ارغان، زيت اللوز، يعني الزيت اللي واجد عندنا حتى هو راه يخدم. يعني غنحتاجوا واحد مثلا الا بغينا نصوبوا واحد القري، واحد شي امبتيت، واحد لادوز ديال 200 مثلا غرام، فغنحتاجوا تقريبا واحد 180 غرام ولا حتى 190 غرام ديال هذا الخليط ديال هاد الزيوت النباتيه. نعم. من بعد منها غنحتاجوا واحد الكمية تقريبا ديال 10 الغرامات ديال الشمع ديال النحل، حيت هو باش غادي نحاولوا نجمعوا هذاك هاد الميلونج هذا. وبالاضافه الى ذلك فهنايا كنحتاجوا واحد الكميه اللي مهمه ديال الزيوت الاساسيه، يعني واحد تقريبا واحد نمشيو حتى ل 4 5 حتى ل 6 غرام، يعني كنمشيو بواحد لادوز اللي هنايا هذا كتكون واحد
يعني في واحد المكونات من الزيوت الأساسية اللي هي مهمة. 6 غرام بالنسبة ل 200 غرام فراه بالنسبة ل 200 غرام فراه هي كمية اللي هي مهمة بزاف. شنو الزيوت الأساسية اللي غنحتاجها؟ الزيوت الأساسية اللي احنا عندنا الاختيار من ما بين واحد العدد كبير ديال الزيوت الأساسية. أنا نذكر منهم مثلا نعير واحد الخمسة، والاستعمال دائما يكون في كل مرة نقدروا نستعملوا جوج أو ثلاثة. نعم. نستعملوا السالفيا سكلاري او السالميه، نستعملوا لا سيبري واللي معروفه نيت بالعربيه كسر كيعرفوها بالسيبري، كنحتاجوا لو سيدروس اتلانتيكا ولا هو الارز ديال الاطلس، كنحتاجوا الجينيفري وهنا اللي معروف بالعرعر. نعم. وكنقدروا نستعملوا يعني هنا عندنا واحد العدد كبير ديال الاختيارات اخرى كيف ما ذكرت دائما، فاستعملنا لا سيبريس، استعملنا لو سيدروس اتلانتيكا، استعملنا نقدروا نضيفوا لهم يا اما لو روز ماريونوس اكونفر او لا ازير يعني او لا حتى عندنا حتى الجيرانيوم حتى هو اللي هو العطرشه الغوزي حتى هو فتهو كيبقى عنده البلاصه ديالو في هذه الوصفه. نعم. هذه اذا هذا الشيء هو اللي غادي نحتاجه، المكونات اللي غنحتاجها هذه المكونات. طريقه غادي نرجعوا نتعرفوا عليها معك دائما دكتور عبد الخالق رمضاني، ولكن كاين اتصالات كثيره ديال المستمعين الكرام. ناخذ اول مكالمه معنا من مدينه اكادير، فاطمه على الخط. صباح الخير فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير عفاف. اهلا وسهلا لاله فاطمه. صباح النور، صباح الافراح وصباح الانوار. اهلا وسهلا دكتور رمضاني. مرحبا. مرحبا لاله سيدنا. مرحبا. شكرا يا دكتور. العفو لاله. السؤال ديالي دكتور، بغيت نسولك على الزروده وحب برشاد، واش مزيانين للشعر؟ حب برشاد واش ثاني؟ والزروده. زروده. نعم، شنو الطريقة باش كتستعمليهم لالا فاطمة؟ كيكونوا مطحونين وكيداروا إما بزيت العود وإما بزيت أرغان. إما زيت العود أو زيت أرغان، وشحال المدة باش كتخليهم في الشعر ديالك؟ نص ساعة، ثلث ساعة على الروب وكنغسلهم. نعم، ولكن شنو الهدف؟ أشنو باش كيقوي الشعر ولا؟ ما كيخليوش الشعر يطيح. نعم. يعني الشعر، والسؤال الثاني بغيت نسول الدكتور الله يخليك، أنا دايرة زيت دايرة نسيطو ديال زيت العود فيه كاس ديال الججلان وكاس ديال زبيب كتر مطحونين، واش هادو مزيانين في الشعر؟ نعم ان شاء الله نجاوبك لاله فاطمه، خليك معنا في الاستماع وشكرا لك تواصلتي معنا من مدينه اكادير. نمشيو ناخذوا خديجه معنا من رشيديه. صباح الخير خديجه. صباح الخير لاله. اهلا وسهلا. مسالك. الحمد لله. مرحبا خديجه. الله يبارك فيك اختي. اشنو سؤالك؟ الشعر ديالي كله كيهبط. نعم. وما كيطويش. شحال في العمر ديالك خديجه؟ شحال في العمر ديالك؟ 40 سنة. طيب عندك شي مشكل صحي، شي مرض اللي كتعاني منه بحال فقر الدم مثلا، شي مرض معين؟ لا ما عندي والو الحمد لله، مريضه شويه بالمعده صافي. نعم، وشحال مده وانت عندك هذا المشكل ديال تساقط الشعر؟ تكون مين هذا؟ نعم، كتستعملي حبوب منع الحمل؟ لا. نعم، طيب انت مزوجه ولا لا؟ عندي زوج بنات. عندك زوج بنيات. نعم. واضح لاله خديجه نجاوبوك على السؤال ديالك، غير خليك معنا في الاستماع. وتحيه طبعا خاصه لكل اوفيائنا بالراشيديه اللي هما كيسمعوا لينا هذا الصباح. غادي نجاوبوا اولا قبل ما نجاوبوا على فاطمه وعلى خديجه، نكملوا الطريقه ديال الوصفه كيف ما تكلمنا عليها دكتور عبد الخالق رمضاني، اللي هي كتساعد بالنسبه للناس اللي عندهم رغبه ينقصوا من الوزن ديالهم. فاعطيتي الكميه والمواد اللي غادي نحتاجو، نمشيو دابا للطريقه. داكو الطريقه يعني سهله بواحد الشكل اللي هو كبير، يعني هذا هو الهدف. كنديروا اون با ماري، حمام مريم. حمام مريم. نعم. كنديروا هذوك لا سيغ دابهي الاولى حتى كذوب. الشمع ديال النحل. الشمع ديال النحل. من بعد كنكونوا سخنا حتى ذاك الزيت، زيوت نباتيه حتى هي في بلاصه اخرى. وهم كنخلطوا فيهم، يعني كنبقاو نضربوهم حتى كيبداو يبردوا، حتى كيبداو يتجمعوا، حتى كيقربوا يبردوا، عاد كنضيفوا لهم ديك المكونات، يعني ديك الخليط ديال 6 غرام ديال الخليط ديال جوج او ثلاثه الزيوت الاساسيه. وهادو هما اللي كنديروهم في لي سي فري ما كيدخلوش دغيا، سي فري كو سي خاصهم شويه ديال الخدمه. مي هذا ربما وقيله كيكون حتى هو كينفع، والفعاليه ديال الزيوت الاساسيه هنايا في هنا هاد الزيوت الاساسيه
الأساسية هذه اللي ذكرنا، كاينين زوجات أساسية أخرى اللي عندها هذا اللي عندها المنفعة في هذا الاتجاه هذا. ولكن لكتفي نعير بهذا فراك تكون إن شاء الله الفعالية بطبيعة الحال اللي ركزنا على المسائل الأخرى اللي كان دائما كنسطرها اللي هي التغذية والرياضة والحركة وشرب الماء. إذا نمط العيش بشكل نمط عام. نمط العيش بطبيعة الحال. وهنا نبغي نشير لواحد المعلومة، لأن الحمد لله إحنا دائما كنناديو على أن خاص يكون عندنا شكون كيسوق لنا الزيوت الأساسية اللي هي منفعة. وأنا كنشوف مثلا في الإنترنت الحمد لله تفاجأت يعني بشكل إيجابي أنني لقيت فعلا يعني طريقة ديال التسويق ديال الزيوت الأساسية هنا في المغرب من طرف واحد العدد ديال الإخوان اللي ولات بديك المقاييس اللي احنا كنهضروا عليها أصغر. نعم. يعني الاسم ديال الزيت الأساسي، المكونات ديالو، يعني المسائل ولات. نعم. الحمد لله كتشجع يعني نقدروا نقتنيوا الزيوت الأساسية وحنا بلا ما تخوفوا ولا نشكوا فيها. نعم. والحمد لله ربما أصبح حتى الوعي عند الناس أنه اليوم لما كيمشي باش ياخذ الزيوت الأساسية فكيدير اعتبارات ديال هاد المسائل، كيبغي يعرف يعني إيش من نوع الزيوت الأساسية، شنو العشبه اللي تم استخراج منه. وربما هذا الالحاح ديال الناس هو اللي خلى هاد الاشخاص اللي هما كيبيعوا الزيوت الاساسيه يوليو واعيين انه راه الناس غيرفضوا ياخذوا الزيوت الاساسيه الا ما كانتش بطريقه ايجابيه لما كنعطيوها لهم. فغادي نجاوبوا على السؤال ديال المستمعه الكريمه اللي هي فاطمه من اكادير، سولت على حب برشاد مع زروده كتستعملهم مطحونين مع زيت العود للشعر ديالها. هي قالت بغرض انه ما يبقاش يطيح، زائد خلطه ثانيه اللي كتستعمل فيها زيت العود مع كاس ديال جنجلان وكاس ديال زرع الكتان. واش هاد جوج ديال الوصفات ممكن يفيدوها في هذه الحاله ديال تساقط الشعر ولا لا؟ هادو وي مي في اي وقت كتستعملهم؟ هذه هي المساله اللي كتبقى مهمه، يعني واش كتستعملهم واشنو كتستعمل قبل منهم واشنو كتستعمل موراهم، يعني اشنو هما كيفاش كتريتي شعرك، شنو هما المكونات الكيماويه اللي كتستعملهم. هنايا انا كما كنت طرقت بالنسبه للشعر فمن راح نتقرا اليه شويه ديليكا مزيان ان احنا مثلا هاد مثلا اللي استعملنا اللي يحب برشاد ولا زرعت الكتان ولا زجنا زيت العود زيت 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 ديال لافوكا كاع هاد الزيوت النباتيه هذه كامله. فاحنا ما نساوش الاهميه ديال المسائل اللي احنا اللي كنت ذكرتها، هو لو غانساج، يعني ملي كان من بعد هاد الاستعمالات ضروري ان احنا واحد لو غانساج يكون اللي هو مهم بزاف، يعني نغسلو الشلال يكون بواحد الشكل اللي هو مهم. كذلك المساله اللي كنرجع ليها هي دائما دوك نشطوا الشعر ديالنا على الاقل واحد جوج مرات في النهار باش كنحيدوا منه كاع اي حاجه علقات به، وبطبيعه الحال داك القضيه ديال المساج بلا ما نساو الاهميه ديال التغذيه. كزيوت اساسيه بالنسبه للناس اللي دائما نعاودوا وقيلا ان نذكروهم، بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من تساقط الشعر، فكنا ركزنا على الاهميه ديال الزيوت الاساسيه. هذه مسائل اللي هي كاينه في بلوزيغ بوبليكاسيون، في واحد العدد كبير ديال المنشورات اللي هما سيدروس اتلانتيكا ولا الارز ديال الأطلس أو لا حتى لوكاليبتوس كوساسوا غلوبيلوس ولا رادياتا، يعني لوكاليبتوس الأنواع ديالو بجوج، بالإضافة بطبيعة الحال إلى أزير لغومارا روزماريوس أوفيسيناليس أسينيول، يعني النوع ديال اللي فيه هاد المادة هذه اللي هي السينيول. نعم. نجاوب كذلك على السؤال تقريبا هو متشابه بالنسبة لخديجة من الراشيدية، فهي قالت مزوجة على زوج ديال بنيتات هذه المدة ديال 4 سنين باش الشعر ديالها بدا كيطيح. فاحنا سولنا واش كتاخذ حبوب منع الحمل، قالت لا ما كتاخذهمش، الحمد لله ما عندهاش شي مرض بحال فقر الدم ولا شي حاجه اللي كتعاني منها. فربما هاد الزيوت اللي انت ذكرتي دابا دكتور عبد الخالق الرمضاني يقدروا يفيدوا كذلك الحاله ديال خديجه من الرشيديه اللي تواصلت معنا. ربما المسائل كامله اللي ذكرناها دابا من الطريقه ديال التعامل بالتغذيه، الاهميه ديال التغذيه، الاهميه ديال واحد العدد كبير ديال المكونات الغذائيه ديال النوتريمون اللي كيكون عندنا في التغذيه، لان المسائل اللي هنا ربما واحد العدد كبير من الاحيان كنساهم. ذكرتي الحديد وكاين مواد اخرى، كاين واحد العدد كبير ديال الفيتامينات حتى هي مهمه. بطبيعه الحال كنقدروا فوق من هذا الشيء كنضيفوا هاد الزيوت الاساسيه اللي حنا ذكرناها واللي كيكون عندها دو بون زعما كان دي ريزولتا مزيانين. سعيده كتقول هي من الحاجب كتسولك دكتور عبد الخالق الرمضاني كتقول شكرا للبرنامج صحه وسلامه، بغيت نعرف شنو الزيوت الاساسيه اللي كتفيد بالنسبه للبشره لما كتكون ناشفه بزاف، اشنو الزيوت الاساسيه اللي نستعمل ليها في الليل؟ بالنسبه للزيوت الاساسيه اللي حنا كما ذكرنا في البشره فاش كتكون جافه فتا هي كتكون بالعكس كتبغي بوكو بلوس شويه ديال ليدغاتاسيون عندك الترطيب يعني كتبغي
ترطب. بالإضافة لما يخص الزيوت الأساسية فإحنا كنا ذكرنا يعني ونعرفوا كيفاش الاستعمال ديال الزيوت الأساسية. الاستعمال ديال الزيوت الأساسية كما كنذكروا دائما فهو كنحتارموا العدد ديال النقاط اللي حنا مسموح لنا بها نستعملوها في كل نهار، وهذاك النقاط العدد ديال النقاط كيختلف على حسب اش من زيت أساسي حنا كنستعملوه. فبالنسبة للبشرة الجافة يعني الزيوت الأساسية اللي تقدر تناسبها عندنا نذكر منهم واحد ثلاثة ولا أربعة، وعندنا الجيرانيوم اللي هو العطرشة خاصة بيلارغونيوم غوزيوم، عندنا لافوند أو الخزامة خاصة لافوندولا أنغوستيفوليا، وعندنا أزير أسينيول روز مارينوس اوفيسيناليس اسينيون، وعندنا الاقتراح الرابع هو سونطالوم البوم اولا بوا دو سونطال اولا الزيت الاساسي ديال العود القمري. نعم، اذا كنتمنوا سعيده تكون سمعات هذه الاقتراحات فيما يخص الزيوت الاساسيه اللي خاصه بالبشره الجافه اللي عطاها لنا اليوم دكتور عبد الخالق رمضاني. وحنا مازال مع كل اوفياء في برنامج صحه وسلامه على الاذاعه القريبه منكم دائما مد غاديو. فاصل اعلاني وراجعي مباشره من بعده، خليكم معنا على مد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم باش نوصلوا حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. وارقام التواصل معنا دائما هي 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 00 09، والى عن طريق رقم 5080 في اول اس ام اس ديالكم كتقوموا بكتابه كلمه صحه اس ا اش ا تخلوا فراغ وتبعثوا بسؤال ديالكم للرقم 5080. غادي نتواصلوا هذه المره مع سميره من مكناس. اهلا وسهلا بك سميره. اهلا اخت عفاف، مرحبا بك. صباح الخير. صباح النور. صافي بديت كنفقد الامل، قلت واش ما غدوزني شي هذا الصباح. بالعكس مرحبا. الله يودي، اهلا وسهلا. الله يخطيك بارك الله فيك. الله كثر خير. عندي جوج ديال التساؤلات للدكتور. الاول بخصوص الزوج ديالي، بغيت واحد الوصفه بالزيوت الاساسيه من اجل التخسيس، ولكن ما هو عنده مشكل ديال دي فوا كيطلع على طونسيون، وكي حاجه اللي تكون ما تخلقش هذا المشكل. والحاجة الأخرى أنا عندي مشكل ديال البنكرياس، ما بقاش يخدم مزيان. إلا ممكن ينصحني بشي وصفة أو بشي حاجة اللي ممكن تساعدني على أن البنكرياس يخدم، على علم أنني ما تاخذ لا سكريات لا دهنيات. لا نعم. ودابا كتاخذي شي علاج حاليا وصفوا لك الطبيب؟ لا في هذه الفترة هذه عطيني غير ريجيم والرياضة، ما عطينيش شدوى. نعم. شحال في العمر ديالك لالا سميرة؟ عندي 36 عام. 36، وشحال تقريتي عندك هذا المشكل؟ دابا هذه شهرين تقريبا باش اكتشفت هذا المشكل. نعم. شنو نوع الرياضه اللي ينصحك بها الطبيب اللي كتمارسي دابا؟ والله صراحه الله، المهم هذا الساعه كندير غير شي، هي المهم الطبيبه نصحتني انني ندخل اون سال، ولكن الوقت ما كيسعفنيش. المهم دابا كنتمشى. شحال تقريبا من مره؟ مره في السيمانه كنتمشى ديك 45 دقيقه. نعم، غنشوفوا واش هي كافيه ولا لا مع دكتور عبد الخالق الرمضاني. يا سميره بارك الله فيك، صباح مبروك حبيبه. شكرا لك سميره، تواصلتي معنا من مكناس. اول سؤال ديالها كان بخصوص الزوج ديالها دكتور عبد الخالق الرمضاني، فهي قالت بغات يعني شي وصفه اللي هي خاصه بالزيوت الاساسيه، ولكن مع مراعاه الحاله الصحيه ديالو ديال ارتفاع الضغط الدموي. هنايا في هنا غادي في هذوك الزيوت الاساسيه اللي حنا ذكرنا ليه غنضيف غادي نلعبوا شويه، ستادي غادي نستعملوا لو سيدروس اتلانتيكا مزيان، الارز ديال الاطلس، غادي نستعملوا لا سيبري، ولكن غنضيفوا لهم واحد الزيت الاساسي ثالث اللي غادي يكون بغي يدخل في هذا الخليط اللي هو باش نمشيو افون، يعني نستعملوا واحد هو لي لانغي لانغ او لا ورده الورود. ورده الورود اللي هو متوفر عندنا في المغرب، قلنا انه راه كاين كانونغا ودوغاتا الاسم ديالو العلمي، وهذا الكانونغا ودوغاتا او لا ليولانغلانغ او ورده الورود فهو معروف بليولانغلانغ، والرائحه ديالو ربما راه واحد الرائحه اللي هي كنلقاو في واحد العدد كبير ديال المواد ديال التجميل، فكنلقاو في هذيك الرائحه ديال ليولانغلانغ. فهنايا بالاضافه الى العامل ديال الاسترخاء، بالاضافه لواحد العدد كبير ديال المنافع اللي كتقدر ربما تجي شي حلقه نتطرقوا لها كامله، بالاضافه الى ذلك فهو معروف عليه لانه مخفض للضغط الدموي، وبالتالي الانسان فاش الا كان عنده يعني كاستعمال ديالو في لما نسيسمون، فيعني بطبيعه الحال كان كدير الرياضه كان التغذيه ديالو ممتازه، فإلى إضافة لذلك استعمل هذه الزيوت الأساسية فهي غادة تنفعه بلا ما يكون شي تفاعل مع الضغط الدموي اللي عنده. هنايا
انا هاد الزيوت الاساسيه حتى هي علاش ذكرتها، لان معروف عليها ما عندهاش تفاعلات مع واحد العدد كبير ديال الادويه اللي كتستعمل في المشكل ديال الضغط الدموي. داكشي علاش نكتفيو على هادو، ما نضيفوش واحد اخرين اللي معروف عليهم على انه كاين بعض التفاعلات مع بعض الادويه. معليش نعاودو نذكرو بهم باش هكذا يعني يكون عند سميره الوقت انها تدونهم معنا. دكتور عبد الخالق رمضاني، وما نكرهش نعطيوها حتى الكميه بالنسبه للسؤال ديالها الاول دائما فيما يخص الزوج ديالها. دونك غادي نمشيو بنفس الكميه اللي حنا كنذكرناها قبيله ديال الخليط ديال الزيوت الاساسيه ديال الزيوت النباتيه. قلنا 6 غرام الزيوت النباتيه، 180 غرام تقريبا، حتى 190 حتى 190 غرام. قلنا زيت الخروع، زيت الخروع، ومضافة لذلك الزيت النباتي اللي ما عند اما ارغان اما زيت العود اي زيت او زيت اللوز اي زيت اللوز. وبالاضافه الى ذلك فهنايا غادي نضيف غادي نعش واحد 10 غرام ديال الشمع النحل. الطريقه راه حنا ذكرناها غير كزيوت نباتي، ديك 6 غرام ديال الزيوت النباتي الاساسيه عفوا اللي هي غتستعملها، فهي غتستعمل سيدروس اتلانتيكا ولا الارز ديال الاطلس، غادي تستعمل سيبخي، وغادي تضيف لهم الى انكيلانكا ولا وردة الورود. نعم، وعطينا الطريقه وردة الورود، هذه الترجمه ديال الايلانغيلانغ. نعم، وعطينا الطريقه سميره، كنتمنى تكون ما فاتكش. فقلنا يعني غادي تاخذي داك الشمع ديال النحل كتعمليه في البماغي او في حمام مريم حتى كيذوب، من بعد كتضيفي عليه داك الخليط ديال الزيوت النباتيه اللي فيها زيت الخروع زائد يعني الزيت اللي متوفر عندك في الدار، اما زيت ارغان ولا زيت اللوز او زيت الزيتون، فكتخليهم شويه على نار اللي هي مهيله حتى كيتخلطوا مع بعضهم وكيذوب داك الشمع ديال النحل. من بعد كتزوليهم من فوق النار وكتبقاي كتخلطي فيهم باش كيتماسك داك الخليط مع بعضه، وفي الاخير عاد كتضيفي عليهم ديك الكميه ديال 6 غرام من الزيوت الاساسيه اللي ذكرها دكتور عبد الخالق رمضاني، وكنعملوها كمساج. وبطبيعه الحال قلتي كتحتاج الخدمه باش كتدخل في الجسم وكتساعد على يعني التخسيس. فكان السؤال ديالها الثاني هو الوظيفه ديال البنكرياس عندها ما بقاش يعني كيخدم، فقالت العلاج اللي عطاها دابا الطبيب متوقف على نظام غذائي اللي هو صحي مع الحاله الصحيه ديالها، وممارسه الرياضه اللي قالت فقط لي للاسف مره واحده في الاسبوع، ويعني كيف ما شارت فقط المشي، فما عرفناش واش هي كافيه ولا لا. دكتور عبد الخالق، هي اصلا هي فعلا محتاجه لواحد الحميه غذائيه اللي هي مهمه، محتاجه لواحد مراقبه غذائيه اللي هي ممتازه كذلك، يعني حتى النمط المكونات الغذائيه اللي هي تناولها خاصها تكون واحد يعني كتختار بواحد العنايه اللي هي كبيره. بالاضافه الى ذلك فانا كنصح هنا في حيت هنا واحد لابلونت اللي داروا عليها بزاف ديال الدراسات في هذا الاتجاه هذا اللي هي الديسموديوم، ولو ان احنا ما عندناش معطيات كامله على فيما يخص كتهضر على ان البنكرياس عندها ناقص، يعني اشنو هو اشنو كتعني به، واش لوندوكرين ولا ليكزوكرين، يعني اشمل واشنا هي الاثار اللي عندها، يعني هنا خاصنا واحد التشخيص اللي يكون واحد التشخيص اللي هو دقيق. وبالتالي فهنايا في هذه الحاله هذه بالضبط عندها يعني خاصه واحد المصاحبه يعني عن قرب يعني من طرف المختص ديالها. انا ذكرت الديسموديوم هذا اللي معروف عليه لانه المنفعه ديالو ما عنده حتى شي اضرار جانبيه، وما عنده حتى شي تفاعلات مع حتى شي مع جميع الادويه اللي هي معروفه. فيما يخص التوقيت ديال الرياضه اللي هي كديرها، كدير واحد شويه ديال المشي واحد المره في السيمانه، فبطبيعه الحال هي ما كافياش. فنمشي اكثر من ذلك، يعني الانسان اللي كيدير واحد الرياضه مثلا نهار الاحد واحد المره في السيمانه، واحد 3 سوايع 4 سوايع السلسله ديال الرياضه، فهي ما كافياش. انا نفضلوا احسن منها، ولا حتى النتيجه على الصحه ديالنا كتكون احسن الا كنا كنستعملوا غير واحد الكيمياء واحد التوقيت اللي هو قليل يوميا، او على الاقل واحد التوقيت اللي هو احسن واحد نهار ايه ونهار لا، يعني على الاقل واحد 3 مرات في الاسبوع، فهذا كيكون عنده تاثير على الصحه ديالنا احسن. نعم، وبلا ما نعاود نشير الاهميه ديال الرياضه عند جميع الفئات، يعني لا من ناحيه العمر ديالها لا من ناحيه حتى الامراض. ف يعني الدراسات الحمد لله، وخاصه يعني مازال بدات كتكثر في هذا الاتجاه هذا، لدرجه انه يعني الرياضه حتى كتعطينا واحد الامل ديال الحياه، يعني ليسبيرونس دو في تحسن حتى عند الناس اللي مصابين بامراض اللي هي مستعصيه، امراض اللي هي كبيره. فالرياضه بالطريقه اللي احنا ذكرناها ماشي الطريقه ديال مره في الاسبوع، فكتكون عندها واحد النتائج ايجابيه
بزاف. نعم، وحتى المزاج ديالهم كيتحسن، كنشوفوا الانسان بعد الرياضه حتى النفسيه ديالو يعني كتكون مختلفه بزاف. فربما دابا كنشوفوا دكتور عبد الخالق رمضاني هذا الامر ثاني. انا مؤخرا شفت مقاطع ديال الفيديو ديال رضع اطفال رضع، كيف الامهات والاباء ديالهم كيعملوا لهم واحد الحركات رياضيه بسيطه، واليوم الخبراء وكاين ابحاث ديال بعض الناس اللي اجتهدوا في هذا الامر، كيف ممكن الرياضه من بعد غادي نكتشفوا تقدر تكون كتساعد على النمو ديال الطفل الرضيع بشكل اللي هو احسن واللي هو صحيح في الطول ديالو وفي حتى في النفسيه ديال الطفل الرضيع. نعم. واكثر من ذلك ما واحد الدراسه اللي طلعت عليها مؤخرا هي ليسبيرونس دو في ا باثولوجي ايغال، بمعنى انه يعني الامل في الحياه في مرض واحد، يعني حتى عند مثلا عند سيدات مثلا اللي الله يحفظ عندهم اورام مثلا ديال بحال سرطان الثدي او مثلا ولا حتى الناس اللي عندهم مشاكل ديال القلب والشرايين، واحد يعني واحد العدد كبير ديال الامراض. فملي كتكون مثلا الرياضه وبطبيعه الحال واحد النمط ديال الحياه اللي كيبقى مهم، كنهضروا على التغذيه، كنهضروا على واحد العدد كبير ديال الحاله النفسيه، المسائل اللي هي مهمه، فهذه كامله مسائل اللي كتكون تعطينا واحد الامل ديال الحياه اللي كيكون احسن. نعم، وما اروع الامل في الحياه صعيبه، هذا ما كنتمنوه دائما لكل الناس، فربما بالامل باش الناس كيعيشوا فهو ضروري جدا. ناخذ نسيمه معنا هذه المره من رشيديه. اهلا وسهلا نسيمه. نسيمه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خباك مرحبا بك نسيمه، مرحبا بالناس ديال رشيديه. الله يبارك فيك، خبر الاخصائي معك. مرحبا، اهلا وسهلا. باش اللي كان عندي لك واحد الدرجه الاسئله. مرحبا، شنو السؤال الاول؟ السؤال الاول بغيت نسول على واحد الوصفه. فيها مريوت والخزامه زيت العود. تطويل الشهر. والثانيه حتى هي لتطويل الشهر، فيها معلقه كبيره ديال معلقه السلس، معلقه صغيره ديال الورد، كندير مطبخو في كاس ونشللو بهم الشعر. نعم، كيطبخو في الماء. نعم. والوصفة الثالثة بغيت نشوف الشعر كيتقص بزاف وكيطيح ليا. نعم، 19 سنة، تعطينا غير فكرة بالنسبة للوصفة الأولى اللي فيها مريوت، وقتاش كتستعمليها؟ شحال من مرة في الأسبوع كتستعمليها؟ واش كتستعمليها مثلا في الليل أو لا وكتخليها تثبت في الشعر ديالك، ولا غير واحد الوقت اللي هو معين؟ لا أنا ما عمرني جربتها. يلا سمعتي بهذه الوصفة فأنت كتسولي عليها. يلا سمعتي بغيت نسول. واضح، إن شاء الله نجاوبك. نسيمة خليك معنا في الاستماع، تواصلتي معنا من رشيدية. إحنا لقاءنا مازال متواصل مع كل الأوفياء في حلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة على الإذاعة القريبة منكم دائما ميد راديو. فاصل إعلان ميد راديو الإذاعة القريبة منكم دائما في حلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة، رفقة الدكتور عبد الخالق رمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. مرحبا بكل أسئلتكم 0522 46 72 50 51 أو 0522 43 00 00 وإلى عن طريق رقم 5080 في أول SMS كتكتبوا كلمة صحة SHA تخليوا فراغ وتبعثوا بالسؤال ديالكم. كنا توقفنا عند سؤال ديال نسيمة من الرشيدية اللي في العمر ديالها 19 سنة، سولات على الوصفة الأولى دكتور عبد الخالق اللي فيها مريوت مع الخزامة وزيت العود، والغرض منهم هو تطويل الشعر، والوصفة الثانية فيها عرق سوس مع الورد كتغليهم في الماء وكتستعملهم في تشلال الشعر ديالها. لك بالنسبة للتشلال ديال الشعر كتستعمل عرق سوس مع الورد. مع الورد هاد لي دو شو حنا كنا اقترحنا احسن منهم، اقترحنا مثلا الازير، الماء ديال الازير، ولكن هنا المساله اللي كنبغي نشير لها في استعمالات ديال الاعشاب ديال على الشعر ديالنا هو لو غانساج، لانه بعد التشلال، لانه بعض المرات كنلقاو بعض المسائل اللي كتكون عالقه، كتبقى عالقه بالشعر ديالنا، واللي تقدر كما قلنا هي تكون عندها تاثيرات جانبيه على الشعر تاعنا. ما يحس من هذاك الشيء، علاش كيكون انا في الاستعمالات ديال على الشعر كنفضل ان احنا يا اما الترقد او لا ديزانفيزيون، بمعنى عوض باش كنطبخو كنخليو الحاجه كتطلق المكونات ديالها في واحد الماء اللي هو مغلي، ومن بعد كنصفيوه كنستعملوا داك الماء اللي حنا صفيناه بلا ما نساو الاهميه. واخا هكاك هادو كنقدروا نستعملهم كوم ابري شامبوان. فيما يخص الشق الثاني من السؤال ديالها اللي ذكرت فيه، لانها كتعاني من الشعر ديالها كاسون، يعني انه كتهرس ليها وداك الشيء، فهنا كنا عطينا
بعض الاقتراحات ديال بعض الزيوت الأساسية ما نعود نذكرها بها بعد كن كزيت نباتي فكيبقى الأهمية ديال زيت العود ديال زيت الزيتون اللي كيبقى عنده فعلا واحد فعالية بزاف لأنه كيعاون الشعر ديالنا بلا ما نساو الأهمية دائما بلا ما نبقاو نذكرها اللي هي الأهمية ديال التغذية وحتى الحالة النفسية وحتى المكونات اللي هي كتستعملهم دوك المواد الكيماوية اللي حنا كنستعملوهم اللي خاصهم حتى هما يكونوا معزولين بواحد العناية حتى الصباغة ديال الشعر اللي من دون ذلك كذلك كاين زيت النباتي ديال الجوجوبا كاين زيت النباتي ديال يعني ديال لافوكا هادو كامل زيوت نباتية اللي كتوافق هاد النوع من الشعر كذلك نقدروا هنايا في فيما يخص هضرنا على الترقد يعني زيت العود ولا زيت الزيتون مزيان ان احنا نكون نرقدوا فيه من قبل واحد سميتو الجزر نعم داك الجزر خيزو نعم. فهو فعلا كنغسلوه بالقشور ديالو هذاك ما كنقيوه حتى شي حاجه الطريقه ديال نعم. ديال استخلاص ديال المكونات ديالو فهو كيبقى كذلك واحد الاساس كبير يعني ان باز مزيان اللي حنا كنستعملوها باش كنضيفوا ليها بعض الزيوت الاساسيه اللي حنا كنستعمل نحتاجوها في هذا الباب واللي نذكر منها مثلا كزيوت اساسيه زيت ديال ازير زيت الاساسي ديال البومبلوموس وزيت الاساسي ديال الخزامه وزيت الاساسي ديال العطرشه اللي كيوافقوا هاد النوعيه هادي ديال الشعر. نعم شكون دكتور عبد الخالق بن على كل هاد النصائح. معنا سؤال من عند المستمعه الكريمه نزهه من مدينه الدار البيضاء كتقول في العمر ديالي 53 سنه البشره ديالي ناشفه فقط في الدرعين ديالي وفي الرجلين ديالي كذلك وعلى مستوى السيقان ديالي هذا الامر كيعطيني حكه بزاف خصوصا في الليل كنبقى كنحك فبغيت دابا غير نعرف واش كاين شي زيوت اساسيه اللي غتساعدني كتقول البشره ديالها ناشفه فقط على مستوى الدرعين ديالها والرجلين حتى يعني القياس ديال الساق فكيعطيها هذا الامر حكه خصوصا في الليل. هنا كنا عطينا بعض الزيوت ذكرت وقيله شي اربعه ديال الزيوت الاساسيه اللي كتنفع في هاد الحاله هذه. بطبيعه الحال هنا الاهميه ديال استعمالات الاهميه ديال شرب الماء بواحد الشكل كثير لان ليدغاتاسيون التنميه ديال الماء كيبدا اولا من الداخل بواحد الشكل اللي هو كثير بالاضافه لذلك ان بعض الاستعمالات ديال الخارجيه هنا البوغ دو كاريتي كتبقى مهمه زبده الكاريتي كتبقى كذلك الاستعمال ديال بعض الزيوت النباتيه اخرى منها زيت نباتي ديال زيت الزيتون زيت ديال اللوز والزيت حتى ديال زيت ديال الجوجوبا زيت ديال الافوكا هذه كامل زيوت نباتيه اللي كتقدر تستعملهم وهادو كيقدروا يكونوا هما واحد الاساس باش كتستعمل معهم ديك الزيوت الاساسيه اللي حنا ذكرنا منهم اربعه نعاود نذكر بهم اللي هما الجيرانيوم او البيلارغونيوم موزيون لافوند كما ذكرت لافوند دي لانغوستيفوليا رومارين اسينيول او الازير اي سونتالوم البوم او لا العود القماري فهاد الزيوت الاساسيه هادو فراه كيتماشاو مزيان مع البشره اللي كتكون يابسه. على ذكر العود القماري كاينه مستمعه كتسول دكتور عبد الخالق رمضاني كتقول عندي العود القماري الحر واصلي كتقول عندي بكميات بزاف في الدار بغيت نعرف واش نقدر نصيب بهم زيت في الدار زيت ديال العود القماري. قالت عندها كميات كبيره. لا سونتالوم البوم داكشي علاش كنعاودو نركزو عليه فواش هو فعلا سونتالوم البوم اللي عندها يعني وحتى الكميه باش الاستخلاص ديالو فهو كيبغي واحد الكميه وماشي ماشي هذاك الشكل من النوع اللي عندها ف دونك بلا ما تضيعو خاصه على انه حنا كنعرفوا الرائحه الزكيه والمكونات اللي كتلقاها العود القمري فراه حتى هي كتعطي واحد يعني من بين دوك المكونات فيها راه كاين بعض المكونات اللي كتحرق ولو انها كتحرق ولكن كتكون اللي كنلقاو في الزيوت الاساسيه ديال سونتالوم البوم واللي كتعطينا بالاضافه الى ديك الرائحه حتى هذاك التاثير على الحاله النفسيه اللي كتكون عندنا ملي كنسمعوا ديك الهدوء وداك الشيء سونتالوم البوم فاللي كزيت اساسي معروف عليه بعض يعني لي زيفي اللي كيعطيهم لينا حتى العود القماري فاش حنا كنطلقوه في الديور تاعنا في ديك العادات ديالنا.
هنايا الاستخلاص ديالو فكيطلب واحد الكميه كثيره وكيطلب واحد التقنيه اخرى وكيطلب كذلك بعض يعني دي بارتي اللي هما مختلفين على هذوك لي بارتي اللي عندها. عبد الجليل كيقول تحيه لبرنامج الصحه والسلامه، بغيت نشارك معكم هذا الصباح فكنسمع بزاف ديال النصائح فيما يخص زيت العود ولا زيت الزيتون لاستعماله على الشعر والبشره، ولكن انا كنعرف كذلك انه زيت الزيتون فيه الملحه، واش هذا الامر ما كيضرش؟ بطبيعه الحال هنا فاش كنهضروا على الزيت على الزيوت النباتيه فكنهضروا على الزيوت النباتيه اللي هي اللي هي اللي هي مصوبه بواحد الشكل صحي، بحال مثلا فاش كنهضروا على على الزيت الزيت ارغان فاحنا كنهضروا على الزيت اللي هي كي ني با توريفي، معناه اللي ما مقليش ما مقليش ما طيباش يعني. ف بطبيعه الحال ملي كنهضروا على الزيت الزيتون اللي هو بريسي بشكل اللي هو عادي يعني ما كاينش فيه لا ملحه ما كاينش فيه حتى شي حاجه حتى شي اضافات اللي هي مضافه، وحتى حتى الكميه ديال الماء اللي فيه خاصها تكون بواحد الشكل اللي هي تقريبا ما كايناش. بطبيعه الحال الملحه حنا معروف عليها التاثيرات الجانبيه اللي كتكون على البشره ديالنا خاصه اللي كانت عندها واحد الكميه كثيره. انا كنسحب له الشق الثاني ديال السؤال ديالو غادي يكون التاثيرات والمنافع ديالو الداخليه. فبطبيعه الحال انا نبغي نضيف المنافع ديال زيت الزيتون ولا زيت العود على الصحه ديالنا من الداخل، فهو واحد عنده واحد العدد كبير ديال المنافع لربما وقيلة حلقة واحدة ولا جوج وغيكونوا ما كافينا. وربما انتم الاخصائيين اللي كتسميوه الذهب الاخضر يعني هذا هو الاسم اللي خدا زيت العود. ويكفي ان احنا يعني المنافع اللي كيعطينا وبالنسبة للناس اللي كيعانيوا من مشكل ديال الكوليسترول ولا داكشي، فزيت زيت الزيتون كيبقى كزيت نباتي يعني صديق ديال هاد الناس اللي كيعانيوا من الناس اللي عندهم اضطرابات في الجهاز الهضمي بحال الامساك او كذا فكيكون مفيد لهم. شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية، دائما كنستافدوا منك شيء الكثير في الحلقات ديال يوم الجمعه ويوم الثلاثاء اللي غيكون ان شاء الله موعد معاك في حلقه اللي هي خاص موضوعها بالاعشاب. شكرا لك. احنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، موعد جديد ان شاء الله غادي يجمعني معكم الاوفياء الاسبوع المقبل دائما على الاذاعه القريبه منكم ماد غاديو. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد اللي كانت معكم وراء الميكروفون، سعيد عقال اللي كانت معكم في الاخراج، وسميحه لي كانت استقبال مكالماتكم. يوم جمعه مبارك كنتمنوه للجميع، الى اللقاء.